إلى التدريب، وخاض مسيرة تدريبية كبيرة بدأها بهادسفيلد، وبعد كده خد قرار إن هو يخرج بره اليوكي أو يخرج بره إنجلترا. وفي يعني مدربين قليلين بياخدوا القرار ان هم يخاطروا بالمسيره بتاعتهم ان هم يروحوا لمكان غريب، خاصه فيما يخص الانجليزي، وانا عارف ده كويس جدا. صحيح في مدربين كبار خرجوا واشتغلوا بره، ولكن كان عنده الجرأه والشجاعه انه يجي في الميدل ايست ويجي في الشرق الاوسط ويشتغل، وبالفعل خاض اكتر من تجربه ناجحه، اهمها طبعا المريخ السوداني، ثم بعد كده في عمان الاتحاد العماني، ثم بعد كده عاد مره اخرى للمريخ السوداني ليقود فريقه لقمه المجموعه، ومجموعه مهمه جدا بتضم فرق كبيره زي الاهلي طبعا، وزي سان داونز، وزي الهلال السوداني. ومن سنة فاتت خد قرار ان هو يضم معاه واحد في الجهاز مصري، ولكن شاب مجتهد جدا بيشتغل على نفسه، بيدرس بشكل كويس، بيطور من نفسه بشكل كويس جدا، وبيشتغل يعني performance coach. ويمكن performance coach او الكلمه دي مش موجوده عندنا في مصر كتير، احنا في مصر ايه كل حاجه الدنيا لوحدها شويه، لكن هو بيجمع من باكتر من وظيفه داخل الجهاز مع ضيوفي اللي بتشرف ان هم موجودين معايا في الريمونتادا في توقيت مهم جدا قبل مباراتهم القادمه امام النادي الاهلي بخمس ايام فقط، هو لي كلارك المدير الفني للمريخ السوداني، واسلام جمال البرفورمانس كوتش لنادي المريخ. ليه مشرفني في برنامجي الريمونتادا، وسعيد جدا بوجودك معايا. شكرا جزيلا على الدعوة. الشعب المصري شعب ودود جدا، ولدي تاريخ معهم، وأيضا سوف نلعب المباراتين لنا هنا في مصر، وتم ترحيب بنا بشكل جيد جدا. منورني في الريمونتازا. مبسوط اني معاك والله. هجيب لك مترجم؟ يلا. ليه الأول عايز أعرف إزاي بدأت العلاقة ما بينك وما بين إسلام، وإزاي إزاي لقيتوا بعض، يعني إزاي إن أنت اتعرفت على إسلام وخدت قرار إن هو يشتغل معاك ويكون جزء من الكوتشنج ستاف بتوعك. كان اللقاء بالصدفة عبر الوكيل في السودان حمد عباس، التقيت أو يعرف إسلام جيد وأوصى بإسلام لي في الاجتماع الأول. منذ أن التقينا عرفت أنه جيد في عمله، وعرفت أنه يمكن أن يتعاون معي بشكل جيد، وأكدت معه أننا نريد أن يكون اللاعبين في جاهزية كبيرة، لا نريد أن نعاني من إصابات، ذلك سوف يؤثر على قراراتي عندما أختار أقوى تشكيل. وبالتالي أدركت بأن إسلام مناسب لهذا المنصب ولهذه الوظيفة كبرفورمانس كوتش، وهو صغير السن ولكن يعمل بجد، و نعرف جيدا بأن لديه الأساليب والمهارات التي نحتاج إليها، خاصة الأساليب المتطورة والتكنولوجيا. نعمل بشكل جيد مع بعضنا البعض ونتفاهم مع بعضنا البعض كفريق، وهو يخطط جلسات للاعبين ليكونوا على جاهزية تامة خلال المباريات. إسلام، فكرة أو وظيفة البرفورمانس كوتش مش موجودة في مصر كتير. في مصر دايما في مخطط احمال، في مدرب لياقه، في محلل اداء، في يعني الوظيفه اللي انت بتشتغلها بيشتغلها في مصر ممكن في جهاز 3 او 4 افراد مختلفين. عايزك تعرف الساده المشاهدين عن وظيفه البرفورمانس كوتش، وطبيعه عملك، وازاي بتستخدم التكنولوجي علشان تخدم على شغلك وفي نفس الوقت تفيد المدير الفني. هو البرفورمانس كوتش يعني مزيج من اربع حاجات كده بتحصل في الجهاز، المفروض يعني اربع مدربين بيبقوا موجودين بيقوموا بالموضوع ده. بس انت عارف في اوروبا الموضوع بيقتصر، البرفورمانس كوتش بيبقى بيرفورمانس دايركتور، وهو بيقدر يشغل الناس دي من تحتيه. الموضوع بيبقى مثلا مخطط الاحمال معاه اداء حركي، ده بتفرق كتير جدا للخصم وللفريق بتاعه نفسه.
التحليل اللايف داتا في الديورنج اللي هو اثناء الماتش شغال والسيشن شغاله دي بتفرق كتير. يعني مثلا هو حابب يعمل تغيير فبيجي يسالني الاكسلريشن مثلا بتاع الراجل الوينج بتاعي دلوقتي عالي ولا الديسيليشن بتاعه دلوقتي قل، الهارت ريت بتاعه عامل ازاي، الاخبار الدنيا عامله ازاي، اقدر اعمل التغيير ده ولا ما اقدرش، ومين اجهز بدنيا وهو الفنيا بتاعته طبعا. وانت دي بتشوفها عن طريق ان طبعا اللعيبه بيبقى عندهم لابسين الهارت ريت بتاعه لابسين. بتبقى شايف مثلا مين جوه دخل في الريد زون بقاله فتره، مين بقاله فتره ما عملش النمبر اوف سبرنتس اللي انت متوقعها منه. مزبوط. بتقدر تعرف من خلال الداتا اللي قدامك على السكرين وتقدر تنصح الكوتش بمين تقدر ان انت تغيره دلوقتي. مظبوط. اللايف داتا بتديني كل حاجه عن اللاعب، كل حاجه عندي دلوقتي، شايف الاكسلريشن الديسيليشن بتاعه، الهارت ريت بتاعه عامل ايه، دخل في انهي زون، الفي او 2 ماكس بتاعه حتى وصل لفين. حتى بعمل تواصل مع المحلل الفني بتاعنا ايمن اليماني، بيبقى قاعد فوق بنتكلم. مصري برضو؟ لا سوداني. اوكي. وبنتكلم على الواتساب او على التوكي ووكي، وبنقدر يعني نتواصل لحاجه، يبعت لي فيديو صغير لو في مشاكل بنقابلها، وانا اقدر اقارنها بالبدن اللي معانا باللايف داتا ونوصل المعلومه للكوتش على طول، تبقى سهله وسريعه وبتفرق جدا في الاداء. انا اتمنى يعني طبعا ان ان ان, إن المسؤولين في الانديه يكونوا بيتفرجوا علينا عشان يعرفوا ان التدريب وعالم التدريب يعني بيتطور من يوم للتاني، واحنا للاسف في انديه كتيره شغاله كده بالبلدي زي ما احنا بنقول على قديم. وطبعا اوكي ماشي في نتائج كويسه ايا كان، لكن احنا لازم الجابس ما توسعش ما بيننا وما بين الناس اللي بتشتغل بالطريقه الصح. احنا النهارده العالم كله بيتطور وفي تكنولوجي وفي ناس مش عايز اقول لكم ان كل الانديه طبعا ليه يعرف الكلام ده في نيوكاسل دلوقتي او في كل الانديه الكبيره في البريمير ليج، هتلاقوا ان في اوضه بتاعه السكاوتنج تيم وفي اوضه بتاعه الاناليسز وفي اوضه بتاعه كل حاجه بيستخدموا التكنولوجي حتى في ناحيه الريكفري والناحيه الطبيه والفيزيوثيرابي، كل حاجه عشان التكنولوجي تخدم على الشغل اللي موجود. وعايز اقول لك يعني اكبر دليل على الكلام اللي انت بتقوله ده، انا بصراحه الطريقه الوحيده اللي زي اللي احنا اللي انت بتشتغلوا بيها دي، المره الوحيده اللي اشتغلتها فيها كنت في وانا بدرب الوحده السعودي، وانا بدرب الوحده وفي احدى المباريات قبل نهائي كاس السعوديه كنت اغير لعيب في الاكسترا تايم، وكان معايا واحد يعني مدرب بيرفورمانس كوتش كبير جدا اسمه الفارو وهو اسباني، جه قال لي ميدو ما تغيروش، فلان اكس لازم يخرج لان بص هو دلوقتي في الريد زون بقاله كذا. وفعلا سمعت كلامه ما غيرتش، واللعيب اللي انا ما غيرتوش ده هو اللي كسبني الماتش، هو اللي كان اهم لعيب في الاكسترا تايم ان احنا نكسب. كنا بنلعب اهلي جده.